الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم حلقه جديده. عمرو اديب مسك محمد رمضان غسله، وفعلا هو معاه حق. يعني عمرو اديب معاه حق، لان محمد رمضان زعلان ما حد سال فيه واصابه وبتاع. محمد رمضان يعني الغريب اللي فيه ان هو اساسا بيخاطر، مش مهم في حياته، هو حر براحته، لكن المشكله بيخاطر بحياه اللي حواليه. هو عايز يعمل حاجه بقى ذو مصداقيه جامده جدا ومش عارف ايه، والحوار ده براحتك يا محمد رمضان، لكن انت اللي حواليك والاثاره اللي انت عاملها والناس اللي ممكن تتصاب معاك وتتعور دي مسؤوليه. المفروض في الاستوديوهات او في اماكن التصوير بيبقى في حاجه اسمها موجود الامن الصناعي، يعني ده اللي يشيك على كل حاجه. لا الحاجه دي تبقى غلط، الحاجه دي تبقى صح. المهم عمرو اديب كان مسك غسل محمد رمضان عشان محمد رمضان زعلان، الاعلام ما اهتمش بيه، وحاجات تانية كتير، والعلاج ومش علاج، وفي غيره ممكن يعني محتاج لعلاج وانت مش محتاج، انت ممكن تتصاب وحد يعالجك. ما علينا، تعالوا مع بعض نشوف رد محمد رمضان ونرجع تاني. حضرتك طبعا الف من يعالجك والف من يقف جنبك، العالم كله مهتم بيك كل لحظة، وانت طالع من الطيارة، وانت نازل من الطيارة، وانت بتركب العربية، وانت بتعمل. عيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا، ناكل ارض ونشبع زن وقال عنينا. يا عيني علينا، يا عيني علينا. بعد ما شفنا هو ده رد محمد رمضان. محمد رمضان رد على عمرو اديب على انستجرام بالشكل ده، الحكم ليكم، انا مش عارف اكتر من كده. كان معاكم هاني، شكرا ليكم، اجزل له امنه، والسلام عليكم ورحمه الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.